السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخوتي المغاربة، كنتمنى من الله كل شيء يكون بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. مباشرة من الطريق الرابطة بين سيدي حي زعير وسيدي بطاش، الطريق هذه اللي كتعرف خروج الحلوف 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 هو الحلوف. ديروا بالكم اخوتي، ديروا بالكم في الطريق هذه خصوصا بالليل، لاننا كنعرفوا بعض الاصلاحات الاخيره كنشوفوا انه السيارات هنا كيمشيو بواحد السرعه اللي صعيبه وصعيبه بزاف، واللي لا قدر الله خرج لهم هذا الحلوف هذا فغيكونوا مشاكل كبيره. نطلب الله السلامه. كما شفتوا اخوتي كل الحيطه والحاضر الاخوان السائقين والاخوات السائقات، الحلوف كيخرج هنا، والا خرج هنايا فراه مشكل كبير، الا خرج هنا راه مشكل كبير. واجي نشوفوا شنو كاين. من جانب اخر يعني عندنا واحد الرساله كيف ما قلتي غادي نوجهوا يعني السلطات المحليه ويعني ديال جماعه سيدي زعير انهم باش يديروا واحد الدوره تفقديه مثلا باش الطرق يعني اللي عندنا كيكونوا فيها واحد الحاد جوج ديال الخنازير يعني هنايا اللي كتشكل ان شاء الله هذا الشيء هذا اللي كيعاوتاني كيفسد حتى المناظر ديال الجنبات ديال الطريق. كيف ما شفتوا اخوتي الحلوف في الطريق ديال سيدي حي زعير سيدي بطاش، ردوا بالكم ردوا بالكم، والناس اللي كيمشيو في هذا الطريق الله يجازيكم بخير. بقاو شلوحوا القرايه ديال الزاج الا شربتوا، الا شربتوا خليو قرايكم عندكم، والله يعفو على الجميع، الله يعفو على الجميع. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.